كابتن سيد ليه قال لك ايه كابتن سيد في اول حاجه قالها لك يعني؟ يعني طبيعي كابتن كان بيشرح لي المينتاليتي بتاعت اللعيب اللي المفروض يبقى متواجد في النادي الاهلي. وده اللي انا حبيته يعني، او ده اللي انا كنت مهيئ نفسي ليه لما فكرت ان انا اقول النادي الاهلي. وصف لي قد ايه احساس ان انت هتبقى في بيتك، مش يعني هتبقى بتتعامل مع اخواتك، عامل مع اسره مش بتتعامل مع افراد. ايوه. كلامه ليا كان في منتهى الحماس، اداني دفعه بصراحه كابتن ان انا ابدا تمرين من النهارده مش بكره يعني.